كل عام وانتم حيين بألف خير. غيفيون 2020 جوك إين. مساعتين 31 دقيقة رجعنا لكم من جديد والاحتفالات متواصلة في راديو ميد. مش يشاركنا في الاحتفالات هذه الممثل جلال الدين سعدي. مرحبا. يعيشك وبيك. مرحبا بكم. أنا فرحان وسعيد جدا لأني أول مرة نحضر في راديو ميد. يعيشك. مرحبا بك. عندك عمل جديد بديت نجاحاته في 2019 طوى إن شاء الله 2020 زيدا نكملوا ونحكيوا عن المسرحية هذه وتنجح فيها أكثر. نحكيو على 2019 شنو الإيجابيات والسلبيات اللي فيه؟ اللي هو كله إيجابيات يعني. كيفاش قلت لي؟ على الصعيد الشخصي اللي الكل إيجابيات الحمد لله. ما ريتش فيه سلبيات وحتى كان فيه سلبيات صغيرة نتجاوزها معناها. نحب نكون إيجابي أنا. 2019 أنجزت فيه زوز أعمال. عمل تراجيدي وعمل كوميدي وأنا سعيد تجارب الزوز. هلا تجارب الزوز هذوما يعني ما تحبش تتخلص من 2019؟ برشا نسمعوا فيهم يقولك نحب نتخلص من 2019. لا ما فماش علاش يعني انت كان عام مبروك عليك. الحمد لله. احسن حاجه صارت لك في 2019 في اخره نهار 28 لو سوكسي دو لا بروميير اي نتاع ملا جو كانت من احسن الحاجات. انتظاراتك من 2020؟ انتظاراتي على اي صعيد شخصي ولا شخصي فني ديما نحكيو على جلال الدين السعدي. انتظاراتي كوني ان شاء الله يا ربي العروض نتاع مسرحيتنا تاخو صدى كبير. ان شاء الله ننجز اعمال اخرى خاطر عندي عملين اخرين ان شاء الله باش ننجزهم في المسرح. في المسرح هي اللي هما نجمو ناخذ فكره عليهم. اي دو بيس. عندي مسرحية أنا كممثل مع فرقة مدينة تونس. أي. وعندي مسرحية أخرى إن شاء الله باش نخدمها في شركة خاصة. دونك زوز أعمال. مش برشا فرد وقت؟ لا واحدة فيها أنا كممثل والأخرى فيها أنا كمؤلف ومخرج فقط. واضح. ومعهم ملا جو ما نسيوش زيد. بيان سور إي معهم ملا جو. هذاك علاش قلت لك يعني. لا وخلاف ملا جو وخلاف ملا جو أنا زاد كما قلت لك عندي مسرحية تصاور قديمة اللي أنجزتها في 2019 وعندي مسرحية ماما مية اللي مازلت تقوم بالجولة نتاعها. يعني اون باراليل نجم وموافق. الحمد لله نسق عندي اجندا وقاعد نسق. وكل التنسيق كل محلاه هكل الساهل مانيش مشخشب حتى طرف معناها وفرحان باللي قاعد نعمل فيه. هذا خلاف الوظيفه نتاعي اللي قاعد نخدم فيها معناها ومانيش متقلق حتى طرف وسعيد جدا. هذا العبد اللي يعمل حاجه ويحب عليها يعمل بلا. حاجه يحبها بيان سور. وانت موهوب. باش نسالكم كل واحد مش يقول لي شنو اكثر خبر شدو في 2019 ما ينجمش يمحيه من الذاكره نتاعو. نبدا معك سامح. بالنسبه لي انا حدث عمدون الم كبير عشناه ما ينجمش تنساه جمله زاده مش 2019 برك مدى الحياه. هذيك اكثر حاجه شدتني معناها فهمت. الله يرحمه بيان سور التوانسه الكل حاسوا عليه. يوسف ذويبي. بالنسبه لي انا حتى كما قلت هي اصحابي هذوكم فيهم اللي اصحابي اللي توفيوا وفما حديث ادم. قلت لي فما شكون اللي تعرفهم انت وقتها في البيوس. فما حديث ادم زاد نتاع الماديسون اللي توا سكتوا عليها معناها نرى في بنت خالته امي معايا سور فيسبوك كل يوم معناها ماساه على الفيسبوك نتاعهم عائلته برسمه هما سكتوا عليها الحاكم ما فهمتش وين معناها القضيه مانيش قاعدين نسمعوا بها. لا توا القضاء مش ياخذ مجرى ان شاء الله ياخذ مجرى بالطبيعه يا اخي احنا مش يلزم ناخذوا التفاصيل الكل يلزم القضيه معناتها تاخذ وقت الحكايه والقضاء يشوف معناتها في القضيه هذه وتو نسمعوا ان شاء الله كان الخير. جلال الدين سعدي اكثر حاجه شدتك في 2019 صارت في تونس وما تنساهاش. والله خلاف اللي كنت تسمع فيه توا معناها احنا ما تعودنا كونه ما تفوتش علينا مده واحنا فرحانين 100% معناها ديما عندنا خبر هكا يؤلمنا. دونك 2019 فيه برشا اخبار معناها حتى لو كانت تبدا صغيره تاثر راهي.
معناها الوقت الحاضر ما نستحضرش ما نستحضرش حاجه معينه. اما اي هي اما 2019 ما نعرفش اذا كانت تذكروش زاد حكايه الحادثه نتاع الصغار معناها اللي توفاو في السبيطار معناها ما معناها زاد فاجعه كبيره اللي توفيت زاد في جندوب برشا حاجات. احنا على غالب في هالمده الاخيره من فرحتنا خساره متمش. فرحتنا ما تتمش معناها حتى كي نعيشوا هكا فتره محلاها لازم تجي حاجه هكا تشوش علينا. أمين راهو كلكم اللي لاحظتوا اخترتوا اخبار سلبيه كنا نجم نحكي على الايجابي اكثر على الايجابي لصقنا في نفس الشيء معناها والله ليله كامله ليله كامله ليه ليه تونس ما رقدتش ليله كامله على الحادثه اللي حكيت عليها سميح على ادم والله احنا انا ما قللتش من اهميه الحادثه هذيك اكثر فماش حاجه اخرى يا انت شجعنا على اخبار شجعكم انا مثلا مهدي عايشي اول تونسي ياخذ لقب في برنامج فرحني له مهدي فرحني له مهدي جمعة حاجه مهمه فنيا اي حاجه مهمه اي فرحتنا الناس الكل اما ما خلتناش كيما حد عندهم ما رقدناش فهمت فرحتنا بالحق مهدي عايشي برافو ليه معناها متميز هو وشرفنا كتوانسه الكل لكن الحادثه هذيك بصراحه نحط كل شيء به انتو احنا مش نرجو للجو الاحتفالات ومكملين قبل هذا خليني نخليكم مع حمائي وحدة بوحدة ورجعين